ويا مرحبا ويسعد لي صباحكم مستمعينا، إن شاء الله دايما تكونوا بألف خير. لكي أورنات لليوم ابتدى معكم غالية من وراء المايك فادي قروشان على الإخراج، بحييكم. طبعا مستمعينا رسائلكم واتصالاتكم على 1444 صرنا بث مباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك صفحة دينار FM. كل اللي حابب أكيد يكون معنا باللايف يا أهلا ويا سهلا، لأنه اليوم عنا موضوع حساس ومهم جدا بدنا نحكي فيه. طبعا بغض النظر انه اليوم القمر متواجد ببرج ترابي ببرج الثور، لهيك مواليد الجدي مواليد الثور مواليد العذراء اليوم رايقين، يعني امورهم الى حد ما بتمشي بسلاسه. ولكن بكره عنا اكتمال هام جدا للقمر. هذا الاكتمال طبعا يعني دائما الاكتمال هو تغيير ونهايات، هذا الشيء صار متعارف عليه. دائما انا بقولكم وقت بيكون عنا ولادة قمر، وقت بيكون عنا اكتمال القمر، فهو طاقة تغيير وطاقة نهايات لكثير من الأمور بحياة كل حدا من الأبراج بالناحية المتواجد فيها هذا الاكتمال، أو بالبيت اللي بيأثر عليه هذا الاكتمال. طبعا اكتمال القمر بكرة رح يكون ببرج هوائي ببرج الجوزاء، رح نشوف هلأ تأثيراته بكرة 27 نوفمبر 27 تشرين الثاني، حنشوف تأثيراته على كل الأبراج. وبدينا يلا طبعا كلنا بنعرف انه الجوزاء هو البيت الثالث، البيت الثالث بالزودياك هو بيت التخاطب، بيت التواصل، بيت النشاط، وبيت الحركة، وبيت التعلم، وبيت يعني امور العلاقة اكثر شيء بالحكي يعني، وهي شغلة كتير مهمة بدنا ننتبه لها. لهيك بهاليومين يعني قبل الاكتمال وبعد الاكتمال، يعني بس لحتى تروح طاقة الاكتمال، أهم شيء أنه نحافظ على إسرارنا، ما يتسرب مننا أخبار أو معلومات نحن محبين أنه نقولها، يعني ما حدا يستدرجنا لأنه نفضح أسرار أو نعلن عن مواقف أو خطوات أو أي شيء نحن ناويين نعمله. نتجنب كتير الإشاعات بهالكم يوم، حتى العداوات، لأنه ممكن يكون في عداوات شوي هيك نشعر فيها، ممكن تكون مكشوفة لحد كبير. طبعا أنا عم بحكي هذا الحكي لسبب أنه هاي الاكتمال بهذا الموقع مانو متحرر، بالعكس مقيد جدا وصعب. السبب أنه عم بيتعارض مع كواكب تانية متواجدة بالحوت، يعني طبعا زحل أول شيء، الكواكب المتواجدة أيضا بالقوس، فعم بيعملوا مربع صعب شوي مع هذا الاكتمال. فلهيك أنا ما بقول هي يعني ما بقول أنه طاقة كتير إيجابية بهذا الوقت، لا يمكن يكون هيك في شوية سلبيات، بس بزوالة يعني بعد يومين ثلاثة من اكتمال القمر بترجع الأمور لمجراها الطبيعي. فكتير ممكن نحن بهاي الفترة يكون في عنا هيك تغيير ببعض القناعات ببعض الاتجاهات، ما كتير فترة واضحة بتكون، بالعكس بتحمل تشويش وعدم وضوح لكثير من الأمور. لهيك نتجنب القرارات، أي نوع من أنواع القرارات بدنا ننتبه لها بفترة الاكتمال. كتير ممكن نتخذ قرارات العلاقة بسفر، العلاقة بارتباطات، بس الأهم أنه نحن رح نشعر أنه عم نتحرر من أفكار قديمة، من أفكار غير مفيدة، وحننطلق لاتجاهات جديدة. أهم شيء الاتجاهات تكون واقعية يا جماعة. زحل دائما بيعيدنا للواقع، بيعرفنا، بيكشف لنا إمكانياتنا قدرتنا
على تنفيذ أهدافنا، أي هدف غير واقعي، أي أمر بعيد المنال نحاول أنه نتجنبه، لأنه عم نكون عم نضيع وقت على الفاضي. بالعكس، نحاول دائما ندرك إمكانياتنا ونتصرف على أساسها. أي فكرة واهمة غير منطقية غير موضوعية نبتعد عنها، يعني ما نحاول حتى نرفع سقف التوقعات. ما فينا نتجاهل أنه نيبتون كوكب الوهم متواجد بنفس الموقع، وإن كان بعيد شوي بموقعه وتأثيراته، ولكنه موجود يعني في هالة كمان للكوكب. المهم أنه قراراتنا تكون مبنية على أسس واضحة، ولا ينصح باتخاذها خلال هالأسبوع هاد. نحاول أنه نتجنب المواجهات وخاصة الكلامية، هذا الأخذ والعطى والقيل والقال وهالقصص هاي كتير نتجنبها بهذا الوقت، لأنه رح نشعر كلياتنا بطاقات عصبية شوي، حيكون في تقلبات شوي بالمزاج. يعني من اليوم يمكن كتير من المواليد حاسين بهذا الشيء، وبكرة فترة الاكتمال رح تكون ذروة هاي المشاعر. فهدوا شوي وخلونا نشوف تأثيرات هذا الاكتمال على المدى الأبعد على كل الأبراج. مولود الحمل أول المواليد، ودائما وقت بيكون عندنا موضوع أو انتقال لكوكب أو حدث فلكي، نحن بنقول الأبراج بالترتيب. هذا طبعا مراعاة لكل أصدقائنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وقناة نينار على اليوتيوب. مولود الحمل بالبداية اليوم شوي عنده هيك بعض التفاصيل المالية اليوم تحديدا يلي شاغلته، يمكن يكون في عنده بعض المصاريف، رغم أنه أنا بشوف الحمل بهي الفترة من الناحية المالية في مكاسب وفي بعض الأرباح ما في شك. يعني هي هذا شهر منيح لمولود الحمل، ولكن اليوم بيشعر أنه عم تزداد المصاريف. الحمل بفترة اكتمال القمر بده يحاول ينتبه شوي لعلاقاته مع الأخوة، ممكن إذا في مشكلة ما، قضية عالقة، حوارات تنتهي بهذا الوقت. طبعا حسب طبيعة المشكلة أو حسب طبيعة القصة، الأمور الدراسية بالنسبة لمواليد الحمل أيضا بيكون فيها حزم. بده ينتبه شوي على تنقلاته بخلال اليومين ثلاثة القادمين، على سيارته، على إجراءات الأمانة. طبعا كمان بده ينتبه لكتير على تواصله مع الآخرين. الحمل أرجوك خفف عصبية هاليومين ثلاثة، يعني إذا أنت بتحكي 90% أو عم بتناقش 90% حاول تعملهم 10% قد ما بتقدر، التزم الصمت بهذا الوقت. ننتقل لمولود الثور. مولود الثور اليوم القمر موجود عندك، انت اكثر استقرار او اكثر تركيز على قراراتك على اهدافك. اليوم رايق مولود الثور لحد كبير، رغم انه اكتمال القمر بكرة بالجوزاء بيعمل لمولود الثور حسم على صعيد قضية مالية شغلة باله. يعني في أمور ممكن تكون دين معين، ممكن التزام، ممكن حق، ممكن قضية عالقة مرتبطة بالآخر، مرتبطة بالشريك، مرتبطة بشراكة معينة. ففي حسم لأمور مالية بالفترة القادمة، وبدو ينتبه مولود الثور شوي لمواضيع النفقات ومواضيع المصاريف بالفترة يلي جاية. الجوزاء اليوم مو كتير رايق، مزاجه متقلب، معكر شوي، في شيء هيك من الحيرة، في هيك إعادة تقييم لبعض الأمور لبعض المواقف. ولكن اكتمال الأمر بالنسبة لك مهم وإيجابي، لأنه بيحمل لك قرار كبير. اكتمال الأمر إذا كنت عم تشتغل على أمر ما أو عم بترتب لوضع ما، مولود الجوزاء من أشهر يعني هامك، ممكن تكون فرصة مهنية جديدة، ممكن عمل جديد، ممكن علاقة كنت عم تقيمها أو عم تخضعها لبعض الاختبارات بحياتك، فهلأ آن أوان حسم هذا الأمر. اكتمال الأمر يعني نهايات لأمر، فهل هو نهايات لعمل جديد،
استعدادا للبدء بجديد، علاقة بحياتك ممكن كمان تسكر عليها، استعدادا للدخول بجديد، اتخاذ قرار بعلاقة قائمة بحياتك ممكن أيضا، في أمر مصيري ومهم رح يتم بالمرحلة يلي جاي. ننتقل لمواليد السرطان. اليوم السرطان، رغم أنه اليوم الحظوظ جيدة بالنسبة للسرطان وعلاقاته الاجتماعية ممكن تكون نشيطة، إلا أنه هو من جواته مولود السرطان يعني داخليا معكر، شوي هيك ميال للاكتئاب، شوي مضطرب المزاج، كأنه عم يتذكر كتير أمور ماضية، عم بيحاول يعيد تقييم علاقاته أمور، وعنده إحساس بشوي بعدم الإطمئنان أو بعدم الأمان. ممكن صحيا ما يكون مرتاح بهالكم يوم مولود السرطان، أو يكون عنده حالة من الشكوك بالآخرين، يعني في أزمة ثقة بهالكم يوم شوي بيعانوا منها مواليد السرطان، أو ربما يشعر بعداوات ممكن يهيئ لإلك، يعني أنه في أشخاص أصحاب الوجهين مثل ما بيقولوا، الناس يلي ممكن أنت تكون عندك ثقة فيهم وبعدين تكتشف أنه لا، في أشياء شوي مريبة، أو أخلوا ببعض الوعود أو انسحبوا من بعض الالتزامات، في شوية قيل وقال حاول أنك تتجاوزه، وحاول تنتبه لأمور السفر. يعني إذا هي الفترة مولود السرطان عنده سفر، فأنا بظن أنه في قرار بهذا الموضوع. مولود الأسد يسعد لي أوقاتك. ما في شك شوي متوتر مولود الأسد اليوم، من مسؤوليات عم يتحملها، يمكن من بعض الضغوط، من بعض المعاكسات. اليوم لا تعرض حالك للانتقاد مولود الأسد، أنت ما بتحب حدا ينتقدك أبدا، بس اليوم إذا كان في تقصير بواجب معين بمهمة معينة، فحاول أنه تتجنب أي نوع من أنواع التقصير. عموما هي فترة رائعة بالنسبة لمواليد الأسد، هذا الشهر كله القادم مهم بالنسبة لك، وفي إنجازات كثيرة. هلا بالنسبة لاكتمال الأمر ببرج الجوزاء بكرة، يشير لعلاقاتك الاجتماعية، يشير لصداقات بحياتك، في يعني في أمر ما بعلاقة شخصية ربما، أو علاقة صداقة، ممكن عم تبني علاقات جديدة بهذا الوقت، ممكن عم تسكر باب لبعض العلاقات السابقة، حتى أهدافك بتتغير مولود الأسد. يعني أنت رح تشعر أنه اعتبارا من تاريخ هذا الاكتمال اللي رح يتم غدا، حتحس أنه في تغيير بالتوجهات، وخاصة بطبيعة علاقاتك بصداقاتك تحديدا، يعني كأنه حتنسق ناس من حياتك، حتختار ناس جدد تبدأ معهم مرحلة جديدة. طبعا مواليد الأسد التأني جدا، وخاصة بالأمور المتعلقة بالعلاقات القديمة بحياتك، أو بالعلاقات الجديدة يلي لم تختبرها بعد. اليوم مولود العذراء رواء، اليوم مولود العذراء مقنع كتير، عم يحاول يوصل أفكاره، عم بيتعاطى بأمور العلاقة بسفر، يعني أو هو أو عم يرتب لسفر، أو عم يتعامل مع علاقات خارجية، تواصله مع أماكن بعيدة ممكن يكون، يعني أنا بشوف اليوم الأمور بالنسبة للعذراء جيدة ولكن سلسة، يعني ما بحس أنه اليوم العذراء مزعوج، بالعكس تماما، وكأنك عم تستعد أو عم بتحضر لأمور جديدة. بظن مواليد العذراء باكتمال الأمر بهذا الموقع عم بينتقلوا لمرحلة مهنية جديدة، في وضع عملي ممكن يكون جديد رح يتم البت فيه بالفترة القريبة القادمة. إذا كنت عم تشتغل على أمر ما، عم بتناضل بعمل مثلا، في مهمة رح تتسلمها، في عمل رح يكتمل بهذا الوقت، ولكن بدك تنتبه كتير لعلاقاتك مع أصحاب العمل، الناس يلي بتتعامل معهم ويلي بتربطك فيهم مصالح، سواء كان بالبيت
علاقاتك مع الأهل، مع الأب، مع الأم مثلا، إذا في قضية شائكة أو عالقة حاول إنه ما تتسرع فيها، تكون أكثر مرونة بالتعامل، ما ترفع تحديات خلال فترة اكتمال الأمر، لأنه لحاله اكتمال الأمر رح ينهي لك وضع لتبدأ بوضع جديد. بالنسبة لمولود الميزان، اليوم عم يناقش بعض الملفات المالية مع الآخرين، أرباح مشتركة، شراكة معينة، مواضيع العلاقة بإرث، بنفقات، بالتزامات، بحقوق، بديون، هي تثار بهذا الوقت. حتى اليوم مولود الميزان رواق على فكرة، يعني في اليوم تأييد من الأشخاص اللي حواليه، في خدمات ممكن ينالها، مساعدة لو أنت عم تطلب مساعدة اليوم تحصل عليها، اليوم في اهتمامات مشتركة مع الآخرين، وفي تسويات، يعني كأنه بتوصل لنتيجة، بتوصل لحل. طبعا اكتمال الأمر بهذا الموقع كتير جيد بالنسبة لك. إذا منتظر موافقة سفر مولود الميزان، فأنا بشوف أنه ممكن جدا اكتمال هذا الأمر يتمم لك مواضيع السفر على خير. الأمور أيضا الدراسية بالنسبة لمواليد الميزان، سواء كان المرحلة الجامعية أو ما بعد الجامعية، أمور التعلم كمان، في شيء متعلق، قرارات متعلقة أو نهايات متعلقة بقرارات دراسية. علاقاتك أيضا الخارجية بتنشط بهذا الوقت، ولكن انتبه، يعني العلاقات الخارجية الجديدة تحديدا لا تحط آمال أو تزرع ثقة قبل الاختبارات. إذا في ناس مثلا عم يوعدوك بشي هن خارج محيطك، ممكن عم يوعدوك بعمل، مواضيع العلاقة بارتباط، بزواج، هاي القصص كلها حاول تتأنى بالقرارات فيها بالمرحلة الحالية. إلا مولود العقرب. هلا مواليد العقرب مواضيع الشركات حاضرة وبقوة جدا بهذا الوقت. هلا يوم مزعج شوي لمولود العقرب، يمكن يكون في بعض التأخير، يمكن يكون في بعض العرقيل، بعض المواجهات الساخنة، أنا بتمنى ما تتم طبعا، لأنه العقرب بهذا الوقت وطاقة اكتمال الأمر عليك شوي تقيلة، تقيلة لسبب أنه موقع ببرج الجوزاء ممكن يثير بعض القضايا المالية. يعني إذا في عندك أمور مالية عالقة مع الآخرين، وضع مالي، قضية مالية، قضية قانونية، بالنسبة لبعض مواليد العقرب فبظن أنه هي مرحلة لإنهاء هذا الملف. أيضا الأمور الصحية، يعني مولود العقرب يمكن لازم يحط بقى نظام لوضعه الصحي، لازم ينتبه وين الخلل بأموره الصحية، يحاول يتداركه، ممكن يكون نهاية لمرحلة صحية بحياة مواليد العقرب، أو البعض الآخر ممكن يكون بداية لعلاج أو استشفاء معين دخلوا فيه اعتبارا من الآن. ولكن الأمور المالية هي بظن أهم شيء. أيضا العلاقات الزوجية عند مولود العقرب، أنا بدي ركز على العلاقات الزوجية تحديدا وليس العلاقات العاطفية. العلاقات الزوجية، وإذا كان مواليد العقرب عايشين علاقة سرية، ممكن تكون ازدواجية مثلا، مزدوجة عندهم علاقتين بوقت واحد، علاقة بعيدة عن العيون، علاقة ظاهرة، يحاولوا كتير ينتبهوا لأنه في حسم بهاي العلاقة قادم. بالنسبة لمواليد القوس، اليوم شوي مشغولين، مضغوطين بالعمل، عندهم مهام، عندهم مسؤوليات، صحتهم ما كتير عم بتساعدهم، مزاجهم ما كتير عم يساعدهم، خاصة اكتمال الأمر بالجوزاء يا جماعة بالنسبة لمولود القوس كتير مباشر بيكون، لأنه هو بالمواجهة معه، يعني بالمقابل معه. فمواليد القوس كتير هدوا هالكم يوم، يعني ريلاكس قد ما بتقدروا، يعني ما تدخلوا نقاشات، ما تحاولوا تصعدوا أي مشاكل، ما تحاولوا تحسموا الأمور بوقت في انفعال، خاصة أنه المريخ موجود عندكم، يعني في شوي هيك اضطراب بالقرارات عند مواليد
القوس أو اندفاعات. فطاقة هذا الاكتمال بالنسبة لكم متعلقة بشراكة أو علاقة بحياتكم مهنية، زوجية، عاطفية، في شيء متعلق إما بارتباط أو بانفصال. كتير مهمة هاي الفترة بالنسبة لمواليد القوس. طبعا هذا الارتباط أو هذا الانفصال يعني وجهين، يعني ممكن يكون عاطفي وممكن بذات الوقت يكون مهني، يعني كأنه مواليد القوس رايحين باتجاه عمل جديد، تعاقد جديد، اتفاق جديد بيتبلور بالفترة القادمة، أو ممكن رايحين لانسحاب من التزام أو من شراكة. ايضا ما في شك انه مواليد القوس بده يهتموا شوي بالناحيه الصحيه بهي الفتره، بيحسوا حالهم مخربطين، مانن مزبوطين صحيا ابدا. فاي عارض مولود القوس صحي حاول لا تهمله، حاول انه تتابعه يعني مباشره وتشوف امورك الصحيه، يعني ما تتجاهلها بالوقت الحالي. طبعا في انت بدك تنتبه، الجوزاء بده ينتبه، الحوت والعذراء والجدي، هدول أكتر مواليد لازم ينتبهوا على الوضع الصحي. حتى أضعف الإيمان إرهاق يعني أو انخفاض بالطاقة، كثير بتكون تنتبهوا. مننتقل لمواليد الجدي. اليوم الأيام الجيدة عند مولود الجدي، بتتمم أمورك على خير ما يرام، رغم أنه طاقة هذا الاكتمال يعني مبلشة من يومين، هي ما بتكون بساعة الاكتمال بالتأكيد، هي بتبلش قبل يومين ثلاثة لتزول تماما لبعد يومين ثلاثة، وهذا شيء شوي عم يحسسه بالتعب لمولود الجدي، أو هيك يعني في هيك طاقته ما أنا متوازنة كتير بهذا الوقت، مرهق، يمكن يكون من عمل، من تراكم للأعمال. الجدي ممكن يغير عمل بالفترة القادمة. اكتمال هذا القمر يعني إما مهام جديدة أو تغيير بالعمل أو استلام مهمة جديدة أو عمل إضافي أو جانبي، يعني في شيء بمواضيعه العملية رح يتضح عند مولود الجدي بالفترة القادمة، بالفترة القريبة جدا، يعني مو بعيدة المدى هذا الحكي. حتى بالنسبة للأمور الصحية كمان في شيء لازم يكون حريص عليه مولود الجدي. الروتين اليوم عنده بده يحاول انه يرتبه، يعني مواعيد نومه، طبيعة الغذاء مثلا، ساعات الراحة عنده، الفوضى لازم يضع لحد بحياته اليومية حفاظا على صحته، كتير مهم، خاصة انه المريخ هلأ متواجد ببرج القوس بخربط الوضع الصحي عند مولود الجدي. انا واثقة كل مواليد الجدي صحية مو مرتاحين، حتى لو ما كان مرض، يعني بعيد الشر عن الجميع، صحة مو بس مرض، صحة نفسية، وضع نفسي، وضع جسدي، طاقة، بيتعبوا بسرعة، بيشوف مواليد الجدي أي جهد عم يعملوه عم يتعبوا بسرعة، يعني ما عندهم هاي الطاقة الكافية. فكتير انتبهوا على هاي الناحية، والقرارات المهنية لا تتخذوها بهاليومين ثلاثة، يعني حاولوا تستنوا لتزول طاقة الاكتمال لحتى تشوفوا نتائجها. ننتقل لمواليد الدلو. مولود الدلو اليوم شوي عنده إرباكات، يمكن تكون على صعيد عائلي أو على صعيد شخصي شوي قلق، يمكن عم تتزامن مسؤولياته العملية مع مسؤولياته العائلية. في شيء على صعيد الصحة ما له مريحه اليوم. كتير مواليد الدلو ممكن يكونوا عم بيعانوا من تعب صحي أو من ظرف صحي بيخصهم مباشر أو بيخص أحد أفراد محيطهم. بكل الأحوال هاليومين شوي في التزامات عائلية ضغطة على مولود الدلو، بده يحاول ينتبه له ويحفظ علاقته العائلية هادئة بالآخرين. طيب نشوف اكتمال القمر بالنسبة لمولود الدلو. هلأ هو بيناقش بعض التفاصيل العاطفية بحياته لمولود الدلو، ممكن كتير يتخذ بعض القرارات أثناء الاكتمال،
بتخص وضع عاطفي بحياته. المرتبطين ممكن يكون عندهم قضية بتخص الأولاد، ممكن تكون شارفت على نهايتها أو اكتملت، كان عم ينشغل عليها بوقت من وقت سابق. الأمور العاطفية ما كتير واضحة بالنسبة لمولود الدلو، فاحذر من التسرع بالقرارات. في قرارات تتخذ بالشأن العاطفي عند مولود الدلو يستحسن أنه تكون بعد طاقة اكتمال هذا الأمر. وأخيرا إلى مولود الحوت، يوم حلو مولود الحوت على صعيد تواصل هالفترة. كتير في عنده نقاشات عائلية، مولود الحوت عم يناقش العائلة، أفراد عائلته بشؤون، متجه لقرارات جديدة يمكن، ففي كتير مواضيع تناقش بهذا الوقت. تواصله العائلي كثيف بهي الفترة. عموما يومه جيد، عموما يومه جيد، ولكن اكتمال الأمر بهذا الموقع يشير لنهاية وضع عائلي عند مولود الحوت. هلأ ممكن يكون الوضع متعلق بمكان إقامته، بسكنه، انتقال من بموضوع له علاقة بعقار، بانتقال، ببيع، بشراء، هاي القصص كلها بتخلص حسب كل حوت والتزاماته في اتخاذ قرارات بهذا الوقت أو نهايات حتى بعلاقاته العائلية في شكل مختلف. رح يكون ممكن البعض مواليد الحوت يتخذوا قرار بالانفصال، ممكن أو بالانتقال لسكن تاني مثلا، لبلد تاني، بسفر. البعض الآخر ممكن يتخذ قرار بارتباط جديد، يعني يكون اكتمل عنده هلأ، يحسم موضوعه. بكل الأحوال ومثل ما قلت لكل الأبراج، هاي فترة طاقة الاكتمال، يستحسن عدم تنفيذ أي قرار بهي المرحلة وإعادة النظر لبينما تزول هاي الطاقة، منكون تبلورت الفكرة وتبلور قرارا. برجع بقول أنه طاقة هذا الاكتمال هي طاقة تغيير لكل الأبراج بالنواحي يلي ذكرتها، ولكن يعني تجنبا من تأثيرات القوية وتعارض هاي الطاقة مع طاقة المريخ المتواجدة العنيفة المتواجدة ببرج القوس، يستحسن نكون كتير هادئين بهذا الوقت وما تكون أمورنا ناتجة عن ردات فعل. تمام، نستنى لنا يومين ثلاثة بعدين نفكر بأمورنا، لأنه الأمور رح تأخذ مجراها يعني الطبيعي، وحتوجهنا بالاتجاهات الصحيحة. يسعد لي أوقاتكم جميعا طبعا مستمعينا، أنا مستمرة معكم بلاكي أورنات لرد على رسائلكم واتصالاتكم، ولكن بدي ودع أصدقائنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، صفحة نينار اف ام، على أمل اللقاء غدا بإذن الله. تبقوا بألف خير، باي باي.